مع تصاعد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب الجزائري، يظهر عجز النظام العسكري الحاكم في تقديم حلول فعالة ومستدامة. فالبطالة والفقر وتدهور الخدمات العامة أصبحت واقعاً يعيشه المواطن الجزائري بشكل يومي، في حين يواصل الكابرنات إحكام قبضتهم على السلطة والثروة واستغلال الموارد الوطنية خدمة لمصالحهم الشخصية، فضلاً عن التلاعب بالمؤسسات الحكومية وتهريب الثروات إلى الخارج، مما تسبب في تفاقم الفقر والعواز والتهميش الاجتماعي. وبدلاً من التركيز على حل هذه المشكلات الجوهرية، يبدو أن النظام العسكري يسعى للانشغال بقضايا خارجية لتحويل انتباه المواطنين عن الأزمات الحقيقية. وفي سياق ذلك، تثير الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا مجموعة من الأسئلة والتساؤلات حول توقيتها وأهدافها الحقيقية. فهل هي فعلاً زيارة تهدف لجلب منافع للشعب الجزائري المنكوب وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدب الروسي، أم أنها فقط محاولة جديدة لإخفاء الفساد والتجاوزات التي تمارسها النخبة الحاكمة على حساب مصالح الشعب الجزائري؟ الواقع أن النظام العسكري بالجارة الشرقية يمر بفترة عزلة وانعزالية، حيث يعاني من توتر في العلاقات مع القطبين الأمريكي والأوروبي نتيجة سياساته التي تتناقض مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتزداد العزلة الدولية للنظام مع تصاعد الانتقادات الموجهة إليه والمطالبات بالإصلاح والتغيير. ينضاف إلى ذلك العجز والفساد المستشري في دواليب الحكم بشكل يعكس ضعفاً هيكلياً وتدهوراً متزايداً في القدرة على التحكم في شؤون البلاد وتلبية تطلعات الشعب. وتبعاً لذلك، فإن التحركات الأخيرة ولا سيما منها زيارة الرئيس تبون إلى موسكو ما هي إلا محاولة يائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن بين هذه الأمور الملفتة التي تعزز هذا الطرح بقوة هو طلب الرئيس تبون من الروس افتتاح بنوك روسية في الجزائر، طلب غريب يثير الشكوك بشكل واضح حول الأهداف الحقيقية لهذه الخطوة، في وقت يؤكد فيه الخبراء الاقتصاديون أن واحدة من النتائج المحتملة لافتتاح بنوك روسية في الجزائر هي تسهيل تهريب أموال رؤوس النظام والجنرالات خارج البلاد وحمايتها في دولة أخرى. سلوك مشين يعكس عجز النظام العسكري الفاسد على توفير سبل الرخاء والازدهار للشعب الجزائري في مقابل تركيزه الدائم والمستمر على تحقيق مكاسب شخصية وترك الشعب المسكين يئن تحت وطأة الفقر والبطالة وسوء الخدمات العامة. والأكيد أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا تبوح بالكثير من الإشارات والمعاني السلبية لتؤكد على انهيار النظام العسكري الجزائري وافتقاره للرؤية الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى عجزه عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد. وبالعودة إلى طلب تبون افتتاح بنوك روسية في الجزائر، يظهر تفريط النظام في سيادته الاقتصادية واستعداده للتبعية والاعتماد على دول أخرى. ليبقى السؤال المطروح، هل ستستمر الجزائر في السير على هذا المسار السوداوي إلى ما لا نهاية؟ أم أن هناك أملاً في تغيير جذري وإحداث تحول إيجابي يعيد للشعب الجزائري حقوقه وكرامته المغيبة؟